صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهواندو على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وهنقل لكم آخر أخبار النادي. لكن في البداية كده خلوني أنقل لكم وديكم فكرة عن الأجواء هنا في النادي. يعني يمكن في حالة من النشاط، التدريبات بالفعل اللي بدأت يمكن إحنا هنا من الساعة 8 صباحا التدريبات بالفعل كانت بدأت، وكمان في مجموعة من الأعضاء بيمارسوا رياضة المشي في تراك النادي، وطبعا دي عادة صحية جدا نبدأ بيها يومنا. لكل بقى الأعضاء المتجهين لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، حقيقة إن في سيولة مرورية جيدة سواء في كوبري 15 مايو أو كوبري قصر النيل. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار النادي ونبدأ بالأخبار الاجتماعية. والحقيقة إن لجنة العضوية أمس استمرت في استقبال المتقدمين على عضوية النادي الأهلي سواء العضوية العامة أو عضوية الفروع، طبعا بوجود أستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة إنه كان في إقبال شديد من المتقدمين، طبعا ده بسبب الطفرة الإنشائية وكمان في الخدمات اللي مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص إنه يقدمها عشان تليق باسم عضو النادي الأهلي. كمان اللجنة العليا للجان بالتعاون طبعا مع الإدارة التنفيذية هتقيم حفل بسيط يوم السبت القادم هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة 3 العصر. الحفل ده طبعا لتكريم الفائزين في الأنشطة اللي كانت قدمتها في فترة الحجر الصحي، طبعا كانت الأنشطة أونلاين، فهيتم تكريمهم يوم السبت القادم. وبالفعل تم إرسال إيميلز لكل الفائزين عشان يخبروهم بيوم السبت. طبعا ده اليوم ده حددوا اللجنة العليا للجان عشان يكون كده ختام لسنة 2020، طبعا بعد الإيفنت الختامي اللي هيكون يوم الجمعة. وحب أفكر كل الأعضاء اللي بيشاهدونا إن الإيفنت هيكون في فرع الشيخ زايد، منظمات طبعا لجنة الطفل، وهيكون كده مهرجان تعريفي للكشافة. فياريت كل الأعضاء اللي ما سجلوش لأبنائهم من سن 7 سنين ل 14 سنة يتوجهوا للإدارة العلاقات العامة بثلاث فروع النادي ويسجلوا لأبنائهم، لأنه هيكون يوم مميز ومفيد وهيكون كده ختام لأنشطة اللجان لسنة 2020، وأكيد هيكون في أنشطة كتيرة مفيدة في سنة 2021. بالمناسبة دي بقى خلوني أقول لكم يا كريم ويا هوندو ولكل مشاهدي قناة الأهلي كل سنة وأنتم طيبين، خلاص السنة الجديدة على وشك الابتداء. خلونا بقى دلوقتي نروح للأخبار الرياضية ونبدأ كالعادة طبعا بانتصارات النادي الأهلي. والحقيقة أن ناشئات الأهلي تحت 8 سنوات أو زي ما أطلق عليهم ناشئات الذهب حققوا الحقيقة إنجاز كبير في بطولة كاس مصر، وهو بالحصول على 21 ميدالية متنوعة، أو عشان نكون بقى أكثر دقة حققوا 19 ميدالية ذهبية وفضيتين. الحقيقة كان في طبعا كتير من التصريحات أمس للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فكان صرح دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز انه سعيد للغايه للانجاز اللي حققته طبعا ناشئات الجمباز، وانه حب يشيد طبعا بكل اداء المدربين اللي وصلوا الناشئات للوصول لهذا المستوى طبعا وتحقيق الميداليات. كمان كانت صرحت استاذه مها نجيب المدرب العام بالقطاع ان بالرغم من ان كان في فتره توقف 5 شهور طبعا بسبب فيروس كورونا، لكن القطاع كان مصر انه ما يتوقفش واستمروا في تدريبات الناشئات طبعا اونلاين وعشان يحافظوا على اللياقه البدنيه. والحقيقه ان كل الجهد اللي قاموا بيه طبعا تحول لبطولات وانجازات جديده لناشئات الذهب. حابه طبعا ابارك لهم وبارك لكل العاملين بقطاع الجمباز ولكل طبعا جماهير النادي الاهلي. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره السله. والحقيقه ان سيدات كره السله بيتوجهوا اليوم لاسكندريه استعدادا طبعا لمباراه غدا، مباراة الإياب أمام سموحة في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط. طبعا السيدات السلة بيستعدوا جيدا، مباراة هامة لكن احنا واثقين فيهم. وطبعا حابة أفكر كل مشاهدينا ان هم حققوا الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 100-48، بنتمنى لهم التوفيق النهاردة وان هم يقدروا ان شاء الله يحجزوا مقعد في مباراة النهائية. كمان رجال السلة عندهم مباراة غدا أمام نادي سبورتينج في نصف نهائي أيضا بطولة الدوري المرتبط. المباراة هتكون في صالة سبورتينج وهتكون الساعة 6 مساء، بنتمنى لهم أيضا التوفيق وأن هم يظهروا كالعادة بتميز وتألق ويكسبوا المباراة. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد. الحقيقة سيدات كرة اليد عندهم مباراة النهاردة أمام الطيران في بطولة المنطقة، المباراة هتكون في نادي الطيران النهاردة الساعة 6 مساء. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. والحقيقة حابة أفكر كل مشاهدينا أن سيدات كرة اليد الحقيقة عاملين موسم كبير قوي حتى الآن بقيمة
بقيادة طبعا كابتن يحيى يوسف. يعني هم كانوا اختتموا الدور الأول من بطولة الدوري يوم الحد الماضي بالعلامة الكاملة، قدروا يفوزوا في جميع المباريات ويتربعوا طبعا على قمة جدول الترتيب. والحقيقة ان هو ده اللي احنا دايما متعودين عليه كجماهير النادي الأهلي، وهو الحصول على المركز الأول وطبعا تصدر في جميع جداول المباريات، وعمرنا أبدا ما بنقبل بالمركز الثاني. خلوني كده في النهاية أتمنى لكل فرقنا الرياضية طبعا التوفيق، وإن هم يظهروا بشكل كبير ويحققوا مباريات كبيرة زي طبعا ما هم معودينا دايما، والعودة لكم مرة ثانية في الاستوديو.